على كل حال انت هبطتوا بسرعة. وهذا هو الموضوع. قبل كنا نخاف وديما نتاعنا احنا الموتى. المرة هذه جات في مخور. هاي تربية عمش شخص. في ساق جات. يعني تو في ساق تموت ولي تجري. نعم السمات. تو يا واحد. تبا. الحمد لله. ايه ماشي. هو راه هو. تشوف. كان تجري مشي فينا احنا. لا باس. هو خام بواجه ببرا. هذيك الدنيا. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي ويميت كل شيء عربي من بالكل والخلي المات ما بدأوا ولكن الولاد زاد الدولة ما تخليكمش.